سخنا بقى وهتسيبنا يا استاذ موسى؟ ما بتهيألي بقى التوتر راح شويه صح؟ نخش على اللي بعده. اللي بعده البنات بس هي اللي هتجاوب، موسى وتمارا بس هما اللي هيجاوبوا، وعندكم وسائل مساعده لو ما عرفتوش ممكن نسال. اول حاجه سهله جدا، صح او غلط؟ هقول لكم حاجه وتقولوا لي صح او غلط. ممكن من الاسئله ممكن تختاروا وسائل مساعده. ماشي. شعار مدينه القاهره يتكون من جامع الازهر الشريف وخلفه الشمس ساطعه، صح ولا غلط؟ صح. انت مش دورك اصلا يعني. حبيبي انا دافع خالص بقى. اوكي بس تاني السؤال تاني. شعار مدينه القاهره بيتكون من جامع الازهر الشريف وخلفه شمس ساطعه، صح؟ ما بنقولش. صح ما بنقولش. ماشي ماشي ماشي. انتوا بقى، السادس من يوليو 6 يوليو هو ذكرى العيد القومي لمحافظه القاهره، صح ولا غلط؟ صح كده طبعا، صح؟ يعني نمشيها صح بالكده. يعني ايه يا تمارا؟ يعني 6 يوليو الذكرى بتاعت العيد القومي لمحافظة القاهرة، محافظة القاهرة عندها عيد قومي يوم 6 يوليو. الإجابة صحيحة بس أنا بفهمك يعني ايه عشان بتسألي ماما، فهمتي؟ ماشي يلا هنا. نركز. لقب عباس العقاد بعميد الأدب العربي، صح ولا غلط؟ نركز. عميد الادب العربي هو عباس العقاد. بناخدها دي، انت خدتيها دي، انت درستيها دي. مين هو عميد الادب العربي؟ عباس العقاد، صح ولا غلط؟ وسيله مساعده، صح ولا غلط؟ وسيله مساعده. ممكن تختاري وسيله مساعده. وسيله مساعده. اسال مين، بابا ولا ماما؟ ماما. هو غلط تقريبا. مين هو؟ نجيب محفوظ. لا هيبقى عميد الادب العربي. حسام عبد القدوس. لا ايه ده؟ ده انا حتى عملت كده. طه حسين. طه حسين. يا للاسف وسيله المساعده اللي الاولى اللي انتوا اخترتوها ما كانتش موفقه. معلش كنت غنيت. عندك بقى المره الجايه ايه؟ عندك حاجه واحده بس. أوكي. هنا بقى. فاتن حمامه ممثله جميله جدا لقبت بسيده الشاشه العربيه، صح ولا غلط؟ فاتن حمامه انا هقول لها. اساليني انا يا تمام. ممثلة جميلة جدا عملت أفلام قديمة، مسلسلات كتيرة جدا جدا، اسمها أو لقبت اللقب بتاعها بنقول عليها إحنا سيدة الشاشة العربية، صح ولا غلط؟ ولا وسيلة مساعدة؟ صح. عاجبني أوي الثقة. أنا هقول صح. أنا خدتها هي جاية كده بس. صح. لا صح؟ صح؟ هي سيدة الشاشة العربية طبعا. طيب السؤال هنا، يجب الابتعاد عن مصادر التلوث مثل الأماكن اللي فيها ضوضاء، عوادم سيارات، عشان بتؤثر سلبياً على الجهاز العصبي، صح ولا غلط؟ صح طبعاً. صح. طبعاً. ماشي. الجلوس لفترات طويلة أمام التلفزيون والكمبيوتر والتابلت والموبايل بيرهق أعضاء الجسم كله والحس، صح ولا غلط؟ صح اكيد يعني. اوكي طيب جاهزين علشان نخش على المهمه اللي بعدها؟ اه.